لسون جرامير. النهارده معانا درس جديد جرامير، مش جديد قوي، انتوا كده كده ايه عارفينه من السنه اللي فاتت، وهنعمل عليه ريفيزيون. ماشي. لي فيرب دو بريمي جروب، افعال المجموعه الاولى. طيب اون لونج فرونسيز، في اللغه الفرنسيه عندنا تروا جروب دو فيرب، ثلاث مجموعات من الافعال، مجموعه اولى، مجموعة تانية، مجموعة تالتة. اوكي، النهاردة هنبتدي بالمجموعة الأولى، اسمها لي فيرب دو بريمي جروب، فاعل المجموعة الأولى. طيب ناخد تعريف ليها. لي فيرب دو بريمي جروب سي سون لي فيرب كي فينيس بار او ار، دي أي فيرب بينتهي بالاو ار ما عدا فيرب الي، عشان نعرف إنه هتسأل في السؤال ده. كل الافعال اللي بتنتهي دايما بالاي ار دي افعال مجموعه اولى الا فيرب الي، ده فيرب ايريجولي. طيب كمل، يبقى عرفنا لي فيرب دو بريمي جروب سي سون لي فيرب كي فينيس بار اي ار، افعال اللي بتنتهي بالاي ار. اكزامبل زي مونجي، ياكل، بارلي، يتحدث، ايكوتي، يستمع، جوي، يلعب، ريغاردي، يشاهد، فيزيتي، يزور، بريباري، يحضر او يعد، ابورتي، يجهز. طيب هي دي بس الفيرب دو بريمي جروب اللي موجوده في الفرنسي؟ أكيد لا طبعا، عندنا أفعال كتيرة جدا 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 بتبقى بريمي جروب، حتى لو ما نعرفش معناها، حتى لو ما نعرفش شكلها، جديدة علينا. هنعلمها بعلامة واحدة بس، إن هي بتنتهي دايما بالإي آر. أوكي تمام. السلايد الثانية، السلايد اللي وراها. تمام، عرفنا كده سيكوال الفيرب دو بريمي جروب، عرفنا هي ايه، عرفنا ان هي بتنتهي بالاي ار. خدنا اكزامبل ليها، وعرفنا ان مش دي بس الاكزامبل بس، او مش دي بس الفيرب اللي موجوده بريمي جروب في الفرنسي، في كتير جدا جدا جدا، حتى لو فيرب اول مره نشوفه بس نهايته اي ار، هنعرف دايما ان ده بريمي جروب. تمام. طيب ازاي ان احنا نصرف فيرب البريمي جروب، ازاي نصرفه، ازاي نتعامل معاه، جزء جزء وهنعرف مع بعض. بس يا ريت نطلع ورقه وقلم، نبقى حاضرين مع بعض ونجهز ايه ونكتب كل حاجه احنا بناخدها. اولا بور كونجوجي لي فيرب دو بريمي جروب، عشان نصرف اي فيرب مجموعه اولى ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ اول حاجه عندنا خطوتين، الخطوه الاولى بنشيل حاجه، الخطوه الثانيه بنحط حاجه، نمشي مع بعض بالراحه ونفهم هنعمل ايه بالظبط. طيب قلنا بور كونجوجي لي فيرب دو بريمي جروب، عشان نصرف افعال المجموعه الاولى، اون دوا، يجب، باري لو ار، باري لو ار معناها ان احنا بنحذف الاو ار اللي في الاخر، بنشيلها تماما. طيب لما نشيل الاو ار دي هنفضل سايبين الفيرب زي ما هو، ولا ان احنا هنحط مكانه نهايات جديده؟ نشوف مع بعض. يبقى عرفنا ان اول خطوه وندوا باري لو ار، هنحذف الاو ار. تاني خطوه ونجد نوفو ترمينيزون، هنحط ترمينيزون او نهايات جديده. ايه هي؟ اولا هنعرف ان برونونسو جي الضمائر بتاعتي، جو انا، تو انت، ال هو، ال هي، نو نحن، فو انتم، إلى فيك أس هم، ألا فيك أس هن. تصريف الفيرب دايما يبقى لازم مع كل الضمائر دي، ولازم نعرف إحنا لما نشيل إي آر مع الضمير مثلا جي هنحط مكانها إيه. طيب خدنا الخطوة الأولى، حذفنا الإي آر. تاني خطوة عرفنا البرونونسو جي ضمائر الفاعل بتاعتي. تالت خطوة بقى الترمينيزون اللي إحنا هنحطها.
افيك لو برونونس جو لما مع ضمير جو. اول حاجه عملناها لما حذفنا الاو ار بنحط مكانها او كده عرفنا برونونس جو الترمينيزو بتاعته النهايه بتاعته او تمام. تاني برونون البرونون تو انت ضمير تو. طيب لما حذفنا الاو ار حطينا مكانها الترمينيزو الجديده او اس تمام. اوكي هنيجي عند البرونون ال والبرونون ال. ال وال هما الاثنين نفس النهايه هي برضو. فاحنا لما حذفنا الاو ار حطينا النهايه او. طيب هنيجي عند برونو نو معنا نحن. قلنا اول خطوه برضو ندوب باري الاو ار هنحذف الاو ار. ولما نحذف الاو ار ونجد ترمينيزات جديده قلنا ان احنا هنحط نهايات جديده اللي هي او ان اس. اوكي تمام. برونو فو ضمير فو معنى انتم. حذفنا الاو ار حطينا مكانها او زد. اوكي طيب والإلافيك اس إلافيك اس إلافيك اس اللي هي بمعنى هم إلافيك اس بمعنى هن. حذفنا الاو ار حطينا مكانها او ان تي. ادي الخطوه بتاعت كومون كونجوجي لي فيرب دو بريمي جروب ازاي ان احنا نصرف افعال المجموعه الاولى. قلنا اول خطوه اوندوا باري الاو ار بنشيل الاو ار اي ونجد للترمينيزو بنحط النهايات الجديده. قلنا مع الج حط او مع تش او اس مع الايل او الال او مع النو او ان اس مع الفو او زد الى ذيك اس والى ذيك اس او ان تي. السلايد اللي وراها اوكي. اكزامبل بقى جو بارل فرونسي انا اتحدث فرونسي. هنا الفيرب طبعا اللي احنا ابتدينا ان احنا نصرفه فيرب بارلي اللي هو بمعنى يتحدث. قلنا ده فيرب بريمي جروب. عرفنا منين اللي هو بريمي جروب؟ انه بينتهي بالاي ار بينتهي بالاي ار. هنا لما جينا صرفناه في الجمله ما ينفعش ان انا احطه علامه الناتيف في المصدر، لازم اني اصرفه صح؟ اوكي تمام. هبص الاول على البرونو اللي موجود في الجمله. عندي برونو جو اللي هو انا. طيب وفير بارلي عرفنا هنصرفه ازاي؟ قلنا اول خطوه هنعملها هنحذف الاو ار. تاني خطوه لما لقينا برونو جو احنا حافظين ولازم تتحيه في الصم ان النهايه او الترمينيزون بتاعت ضمير جو بنحط او. اوكي طيب اوتر اكزامبل مثال تاني نو ريغاردون لو فيلم. نو ريغاردون لو فيلم نحن بنشاهد الفيلم. برضو قلنا ان فيرب ريغاردي فيرب بريمي جروب. عرفنا منين ان هو بريمي جروب؟ قلنا دايما ان هو بينتهي بالاي ار. طيب هنبص على الفراز او الجمله اللي عندنا ونشوف البرونو. لقينا برونو نو الضمير اللي موجود عندنا نو اللي هو نحن. طيب قلنا ازاي اتصرف مع الفيرب جاردي. حذفنا الاو ار وحطينا باقي الفيرب زي ما هو. طيب اوكي انا هفضل سايبه كده ولا لازم اني احط الترمينيزات الجديده النهايه الجديده؟ طبعا هحط النهايه الجديده هيبقى نو ريغاردون لو فيلم. نو ريغاردون لو فيلم. على كده كل الاكزامبل الثانيه اي برونو تاني قلنا اول حاجه هنعملها انا هشوف البرونو الضمير اللي موجود في الجمله. يعني مثلا عندي ج نو تو ال الافيك اس الافيك اس على حسب دول كلهم. واشوف الفيرب. الفيرب لو بريمي جروب هنعرف ان هو متعلم ان هو اخره ار هيبقى اخره ار. دي اول خطوه. اول خطوه قلناها وبعدين احنا بنحذف الاو ار
وبنحط باقي الفيرب زي ما هو. دي اول حاجه. تاني خطوه بنشوف البرونون اللي موجود في الجمله. عندي مثلا ج، طالما لقيت ج احط في اخر الفيرب الترمينيزه بتاعته او النهايه الجديده اللي هي أ. طيب لو نو قلنا برضو حذفنا الاو ار، يبقى هنحط مكانها او ان اس. غلطه بتقعوا فيها، ما ينفعش اني احط الترمينيزه بس النهايه لوحدها من غير ما احط باقي الفيرب، كده بتتحسب غلط تماما. فلازم ان احنا الاول نحط الفيرب بعد ما حذفنا منه الاو ار، وبعدين نحط معاه النهايه الجديده على حسب البرونو الضمير اللي موجود في الجمله. اوكي تمام. عندي هنا تابلو جدول فيه فيرب ابورتي وفيرب سوفلي. فيرب ابورتي وفيرب سوفلي قلنا اللي دو فيرب سيتان فيرب بريمي جروب، قلنا دي افعال مجموعه اولى. عرفنا منين؟ هنبص على النهايه بتاعتها بتنتهي بالاو ار، طالما بتنتهي بالاو ار هيبقى ده فيرب بريمي جروب افعال مجموعه اولى. هنا جايباها في التابلو افيك طول القناه مع كل الضماير اللي عندنا عشان نبقى عارفين اشكالها ايه. جابورت حذفنا الاو ار، حطينا مع الجي الاو. تي ابورت حذفنا الاو ار، حطينا في اخر الفيرب او اس. طيب ال وال ابورت برضو هنا حذفنا الاو ار وحطينا مكانها الاو بس. نو ابورتون شيلنا الاو ار وحطينا او ان اس. فو ابورتي برضو نفس الحكاية، حذفنا الـ ار وحطينا او زد. طيب الإلافيك اس والإلافيك اس ابورت، حذفنا الـ ار حطينا او ان تي. نفس النظام برضو مع فيرب سوفلي. سوفلي اللي هو بمعنى يطفي، لو مثلا جاية يطفي الشمعة أو حاجة معنى يطفي. طيب سوفلي الكونجيجيزون بتاعه التصريف بتاعه افيك لو فيرب افيك لو برونون جو مع الضمير جو، حذفنا الـ ER حطينا برضو الـ E جو سوفل. طيب افيك لو برونون تو حذفنا الـ ER حطينا E S يبقى تو سوفل. ملحوظة برضو، احنا عارفين ان احنا في الفرنسي احنا مش بننطق اخر حرف، فاحنا بنحط الـ E S بس بننطق سوفل لحد حرف الـ E بس. طيب مع البرونو إيل أو البرونو إل، إيل وإل سوفل. نو سوفلون فيها أو إن إس. فو سوفلي حذفنا الاو ار وحطينا او زد. طيب مع الإلافيك اس والإلافيك اس سوفل او ان تي، اخرها او ان تي. حاجه تانية عشان نبقى عارفينها، قلنا كم الإل او الال، قلنا اي لونو دو غارسون اي اسم ولد في الدنيا بيساوي البرونو ال. يعني لو لقينا في الجمله اسم ولد ما نقلقش او ان احنا كده مش هنعرف نحل، لا نحط مكانه البرونو ال. اوكي طيب وعكسه البرونو ال ال، قلنا اي لونو دو في اي اسم بنت بيحل محله برونو ال. طيب عندي ال افيك اس وال افيك اس. ال افيك اس بمعنى هم للولاد، لو مثلا جروب دي جارسان مجموعه ولاد يعني احمد عمر علي اي حد مع بعض، لما اشوفهم ما اقلقش في الجمله او ان انا مش هعرف احل، لا كلهم هيحل محلهم محلهم لبخونو ال افيك اس. برضو العكس منها خونو ال افيك اس. ال افيك اس اللي هي بمعنى هن، بيحل محلها مجموعه جروب دو في مجموعه بنات، ما اقول مي ايمها منى، كل دول بيحل محلهم خونو ال افيك اس. تمام كده. اوكي تمام. عندنا بقى ملحوظه كده في الفيرب جبريمي جروب لازم نبقى عارفينها ومهمه جدا جدا جدا. لفيرب كي فينيس بار جي او ار، لاي فعل في البريمي جروب فعل المجموعه الاولى بس الفيرب ده بينتهي بالجي او ار، ده في اختلاف بسيط كده في التصريف وهنعرفه مع بعض. اكزامبل الاول للافعال دي زي مونجي ياكل، نجي يسبح ويعوم، شونجي يغير، شارجي اي فيرب، اي فيرب بريمي جروب مجموعه اولى بس بينتهي بالجي ار
في اختلاف بسيط عن بقية الأفعال. مع كل الضمائر بيتصرف عادي جدا جدا جدا، بنحذف الـ ER ونحط النهايات اللي احنا عارفينها. لكن avec le pronom nous on ajoute la terminaison ENS. يعني ايه؟ مع الضمير nous النهاية بتختلف شوية، بدل ما هنحط ENS بس هنحط قبلها EN اللي هي E بالإنجليش ENS. ليه بنعمل كده؟ عشان بتختلف في النطق. أنا لو حطيت الـ ENS بس لوحدها النطق هيختلف تماما، تمام؟ فدي لازم نبقى عارفينها كويس جدا جدا جدا. زي عندي اكزامبل نو مونجيون دو شوكولا، نو مونجيون دو شوكولا، احنا بناكل شوكولات. طيب حد هيجي مثلا يسال يقول ليه احنا مشيلنا بس الار وسيبنا الاو؟ حد تاني هيرد عليه يقول له ده لازم، لان احنا عرفنا ان الفيرب اللي بتنتهي بالجي او ار لازم في الترمينيزون افيك مع الضمير نو بنحط اي او ان اس، تمام؟ لو حطينا او ان اس بس لوحدها هتتحسب غلط، ما ينفعش. فلازم عشان تحسب صح نحط اي ان اس. اوكي تمام. السلايد اللي ورا تمام. كده الدرس يعتبر خلص معانا. درس سهل وبسيط جدا جدا جدا. نظام الأسئلة بقى. الأسئلة عندي كوريج لفيرب. كوريج لفيرب معناها إيه؟ صحح الفيرب. بتجيلي جملة كاملة ومعاها الفيرب الانفينيتيف، فيرب في المصدر، وبيقول لنا تصرف الفيرب ده على حسب الجملة اللي قدامك. هنعملها إزاي بقى؟ أولا je نقط avec mon ami ومديني verb parler. جملة معناها إيه؟ أنا تحدث مع صديقي. طيب عندي verb parler في الانفينيتيف في المصدر، أكيد ما ينفعش طبعا إن أنا أحطه في المصدر مع أي ضمير، فلازم أصرفه زي ما إحنا واخدين وعارفين. طيب هنبص الأول على ال verb. verb parler. parler ده premier group، عرفنا منين ان هو بريمي جروب؟ عرفنا ان هو بينتهي بالاو ار، تمام. طالما بينتهي بالاو ار يبقى ده افعال مجموعه اولى. طيب احنا واخدين في المجموعه الاولى ان احنا بنحذف ونباري الاو ار، بنحذف الاو ار اول خطوه. لما حذفت الاو ار هحط باقي الفيرب بارل، تمام. هسيبه كده ولا لازم احط الترمينيزون؟ اكيد هحط الترمينيزون. هبص على البرونون اللي عندي، برونون جو. برونون جو ده ضمير جو اللي هو انا. لازم نرجع ونفتكر الترمينيزون او النهايات اللي موجوده عندنا. هنفتكر ان احنا النهايه مع برونون جو الضمير كانت ايه؟ حذفنا الاو ار وحطينا الاو. طيب يبقى كده شكل الفيرب الجديد جو parle avec mon ami، انا بتحدث الى صديقي. كده احنا الجمله بقت تمام وصح جدا، ويعتبر غيرنا الفيرب وغيرنا شكله وحطينا النهايه ايه الجديده. تمام ننزل على الدوزيام كيستيون، السؤال الثاني. لي في نقط بيان ومعانا لو فيرب، لو فيرب دونسي. دونسي اللي هو يرقص، لي في اللي هي البنات، البنات ترقص جيدا. طيب لي في البنات قلنا ان اي نو بلوريال اي اسم جمع هيحل بحله الضمير الى فيك اس او الا فيك اس، الى فيك اس هم او الا فيك اس هن. طيب احنا نركز، لي في البنات دي ماسكولا ولا فيمينا؟ مذكر ولا مؤنث؟ جيد مؤنث. طالما مؤنث يبقى هنختار الافيك اس، يبقى اللي في البنات كانها قدامي لبخونو الضمير الافيك اس، وهيتصرف فيرب دونسي مع بخونو الافيك اس. اوكي قلنا برضو هنمشي بالخطوات، نشوف الاول فيرب دونسي، نبص على النهايه بتاعته. فيرب كيفيني بار او ار، فيرب بينتهي بالاو ار، ده مجموعه اولى، تمام.
قلنا أول خطوة امباري لأو أر، بنحذف الأو أر، بنحط باقي الفيرب زي ما هو. يعني هنحط مثلا، حذفنا الأو أر وهنحط هنا دونس. طيب ونبص على بونو، قلنا اللي فيه البنات هتحل محلها الضمير إلى فيك أس، إلى فيك أس النهاية بتاعته أو إن تي، أو إن تي. تمام كده يبقى شكل الجديد بتاع الفيرب. طيب عندي ترازيوم، فراز نو نقط او بيسين، ومعايا فيرب ناجي. فيرب ناجي اللي هو يعوم او يسبح. معنى الجمله بالعربي احنا بنعوم في البيسين. طيب الفيرب ده فيه اختلاف بسيط وهنعرفه دلوقتي سوا مع بعض. قلنا فيرب ناجي لو نركز فيه بينتهي بالجي او ار، جي او ار كنا واخدينها قبل كده في الملحوظات، ان اي فيرب بينتهي بالجي او ار في اختلاف بسيط مع الضمير نو. حذفنا الاو ار عادي طبيعي ان احنا بنحذف الاو ار، تمام، وحطينا باقي الفيرب. طيب طالما بينتهي بالجي او ار قلنا ان الترمينيزات جديده مع البونونو النهايه بتاعت رونونو لازم نحط او او ان اس، اي بالانجلش و او ان اس. قلنا ليه؟ عشان تختلف في النطق، عشان تغير لي النطق وتظبط النطق. كده بقى نطقه ايه؟ نو ناجيون او بيسين، نو ناجيون او بيسين. اوكي عارفين احنا لو شلنا الاو دي الزياده هتبقى نو ناجون، فطبعا النطق هيختلف تماما. فده انا عارف ان هتسالوا في السؤال ده ليه احنا حاطين الاو دي، قلنا ان هي عشان تظبط النطق. بنحطها بس مع الفيرب اللي بتنتهي بالجي او ار، قلنا زي ناجي، زي مونجي، زي شونجي، شورجي، كل الفيربات اللي بتنتهي بالجي او ار. اوكي تمام هنبتدي بقى نحل دول مع بعض. اسمعوا لو اسمعهم بقى هما. اوكي واحد واحد حتى. تمام نبتدي نحل مع بعض. سندس ايوه سامعيني؟ يلا يا سندس. تمام كسيون نمرو 4 السؤال الرابع، نحل سوا السؤال الرابع. يلا فون لا الرابع مش الخامس. ليلو كسيون اقرا السؤال. عمر عمر اون نقط او اون كلا كلوب. عمر قولي تاني. عمر اون تاني يا سندس. عمر عمر نوت ايوه كلا او كلوب. طب ايه الفيرب اللي عندك؟ فيرب ايه اللي عندك؟ جو جوي جوي جوي. يعني ايه فيرب جوي؟ فاكره؟ يلعب. لا يلعب بروف. مش مش مستمع. سامعيني؟ لا فيرب جوي يا سندس. في حد عنده صوت جامد جدا. في صوت القرآن. مش القرآن؟ اه القرآن. طيب ركزي يا سندس يلا وحلي. عمر عمر نقط كلاب جو فيرب جوير. فيرب جوي. جوي ده معناه ايه بالعربي؟ يلعب. يلعب اوكي. طيب الفيرب ده كالجروب انهي مجموعه؟ نعم الفيرب ده كالجروب انهي مجموعه؟ كده خلاص ماما عملت مجموعه اولى. مجموعه اولى. عرفتي منين ان هو مجموعه اولى يا سندس؟ عشان اخره وير. عشان اخره
اور اور برافو عليكي. طيب انا عشان احل الفيرب ده هعمل خطوتين، ايه هما؟ اشيل اور، احذف الار. كملي معاكي. احذف الار ونحط. طيب بصي كده على عمر. اهو ماشي. هلا في الاسئله الثانيه بليز لو سمحت. واحده واحده الاسئله عم. في الاخر لو سمحت، الاسئله في الاخر. لا لا في اخر سلايد، السلايد الاخيره. ممكن نستنى بس الاسئله في الاخر. جماعه استنوا يا جماعه. ماشي يلا يا سندس نكمل مع بعض. قلنا عمر، عمر بيساوي كلب ونوم. عمر بيساوي جو. بيساوي جو عشان جو حط في المجموعه الاولى. ماشي حذفنا الار، نحط مكانها. لو حد عارف غير سندس يكمل. يلا انا عارف. انت مين اسمك ايه؟ كوماتي تفال. انا ياسين محمد نهاد. ياسين يلا ياسين. عمر جو هوي. ايوه اوكي. ليه ليه يا ياسين؟ عشان عمر ال. عمر بيساوي الضمير ايه؟ ال صح؟ اوكي احنا قلنا ان جوي ده كالجروب مجموعه كام؟ اولى. اولى. طيب قلنا اول خطوه عشان نصرف الفيرب نعمل ايه؟ بنجيب الفيرب في مجموعه اولى ولا لا، وبعد كده بنمسح الاي ار. حذفنا الاي ار. ماشي انا دلوقتي حذفت الاي ار وحطيت الفيرب من غيرهم. تمام تمام تمام. بصينا على عمر، انت قلت عمر كان برونو انهي ضمير؟ ال. ال. طيب ايه الترمينيزم بتاعت البرونو ايه اللي هي ايه؟ ايه ايه. برافو عليك كده الفيرب اتحل صح؟ يا في اي مشكله؟ فهمنا؟ يا تمام. ممكن حد تاني بقى يجاوب؟ ستيون امرسين السؤال الخامس. مين حد سامعني تاني غير ياسين؟ انا انا مين؟ كوماتش تابل. انا انا يمين سامعك. كوماتش تابل اسمك ايه؟ انا سندس. سندس اوكي كملي يا سندس يلا. سندس سندس او اي حد تاني يلا اللي سامعني جاوب. كوماتي تابل قولي اسمك. ايه علي صوتك. ايه ده ايه ده ماما انا دخلت في حصه الجيرمان قصدي في حصه الفرنش. سندس انا مستغربه وكوماتي تابل. يلا يا سندس لو سامعاني كملي يلا. فو نقط صفر. ماشي عندك فيرب روجاردي. عندك فيرب روجاردي يا سندس يلا. فيرب روجاردي ده كالجروب. هي مجموعة أولى. مجموعة أولى أوكي. طب يلا أول خطوة تعمليها إيه؟ تشيلي الـ OR. نحذف الـ OR. تمام حذفنا الـ OR. نحط O. حذفنا الـ OR وبعدين نحط O N. O N يا O N T ولا O N O N T ولا O N. أنت عندك أنهي برونون؟ نو انا عندي بو. لا بو. بو ايه هي الترمينيزه بتاعته؟ بنقول او او ان او ان اس ولا او زد؟
ركزي معايا، او انا اس ولا ازد؟ ازد صح؟ اوكي تمام كده. حد مش فاهم؟ كله فاهم؟ ايوه. طيب أنا ممكن حد تاني بقى يجاوب؟ انا مش عايزه اجاوب. كومونت تابيل؟ مروه خير. ايه؟ مروه خير. مروه؟ يلا يا مروه. ماشي. ايه ده كده الجمله اللي قدامك؟ شو؟ شو؟ ايوه. لو لو تعالي يا مروه. لو تي بريبار لو ربا. انت عندك بيربي ايه بقى؟ ايه كده؟ طب ايه بريباري؟ بريباري صح؟ يا ميس الصوت عالي، في صوت عالي. لا 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 الصوت العالي، الصوت القرآن العالي ده يتطفى لو سمحت. يلا يا مروه نكمل. تو نقط لو روبا معاكي الفيرب بريباري. يلا ده فيرب كات جروب مجموعة كام؟ مجموعة كام؟ أولى؟ مستر احنا في سؤال ايه؟ مجموعة في سؤال نمبر نمبر 6. نمبر 6 يلا. ميس انا عايزة اجاوب معاكم. حاضر كله هيجاوب بس واحدة واحدة، احنا دلوقتي مع مروة في سؤال نمبر 6 يلا. اوكي تو نقط لوروبا ومعايا فيرب بريباري. مروة سامعاني؟ أسمعك. اوكي بريباري ده كل جروب، انهي جروب؟ بصي على نهايه الفيرب كده. طيب بينتهي بالايه؟ بالايه؟ ار صح؟ ماشي يبقى ده مجموعه كام؟ اولى ولا ثانيه؟ مجموعه كام؟ اولى. اولى. طيب انا عشان اصرف الفيرب ده يا مروه، ها عشان اصرف الفيرب ده سامعيني؟ سامعيني؟ طيب اول خطوه تعمليها ايه يا مروه؟ احط او اس. ماشي هنشيل الار ونحط او اس صح؟ برافو عليكي. تمام يا ولاد كله فاهم؟ ايوه. مش فاهم حاجه؟ طيب لا مين هيحل تاني معايا؟ انا مين ممكن جرسون؟ اي ولد؟ اي ولد لو سمحتوا. انا كومو تشي تابل. يوم بين محمود. محمود يس. محمود هتبتدي؟ اوكي يلا يا محمود. نمبر 7 اقرا كده الجمله. نمبر 7 ليزون صح؟ نوت لي. ايوه ديس بوجي ليزون فون. قلنا ليزون فون نوت لي ديس بوجي ومعانا فيرب سوفلي. طيب ركز كده يا محمود، سوفلي ده كال جروب مع كام؟ هنشيل الار. هنشيل الار ولا الار بس؟ هنشيل الار بس. اوكي وبعدين؟ هنكتب الان. ايوه برافو عليك. يعني انت قصدك ان هو شكله هيبقى كده؟ شكله كده؟ ايوه. حذفنا الار وحطينا مكانها الاو ان تي. ايوه برافو عليك برافو. طب ليه كده؟ ممكن احل انا. ماشي اوكي كمان. ممكن احل. ممكن احل.
مش ممكن احل. احنا اتفقنا مش ممكن احل. وفي جارسون وفي يعني ولد وبنت دلوقتي حل محمود ممكن بقى بنت. مش ممكن احل. عشان نسمع بعض كلنا. كومون تتابل؟ انا. انت اسمك ايه؟ انا. اسمك ايه؟ او يلا اللي هيحل اسمك ايه؟ جنى. مي جنى؟ اه حك. يلا يا جنى يا ولاد اللي مش جاهز حد تاني يحل مكانه. يلا انا. ميس ممكن انا 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 حبايبي واحده واحده عشان افهمكم. انا انتوا مش قدامي. ميس مي مي اسمك ايه اللي بتقولي؟ مي اسمك ايه؟ رودينا. 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 يلا نمبر 8. اوكي نمبر 8. جي جيس اون بيل شانسون جو. ماشي معاكي فيرب ايه يا رودينا؟ شانتي. شانتي فيرب شانتي اللي هو بمعنى يغني. عاوز اقول انا بغني اغنيه جميله. طيب بص كده عن نهايه فيرب يغني. فيرب نهايته ايه؟ او ار. او ار. تمام ماشي يلا. شان هتبقى اخرها او. برافو عليكي. ماشي يا ولاد بصوا نمبر 9 نمبر 10 هيبقى دوفوار وهنشوفهم مع بعض ان شاء الله في الحصه. اوكي ميس هو احنا نكتبهم فين؟ هنكتبهم في الكاييه عادي في الكاييه بتاعتنا. اوكي تمام. ثانيه يا ميس ممكن ثانيه. تمام اللي عنده اي سؤال او اي حاجه او اي حاجه مش فاهمها هيكتبها لي وفي الحصه ان شاء الله هنكمل مع بعض. اوكي اوكي تمام فهمنا. نعم. في حد مش فاهم حاجه؟ لا ميسي انا. اوكي تمام نمبر 9 نمبر 10 دوفوار. يلا اورفوار يا اولاد.